الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. ما بعد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. في الحديث الآخر قيل لهم في ختام مجلسهم: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وهم القوم لا يشقى بهم جليس، فنسأل الله سبحانه وتعالى من واسع فضله وكريم منه أن يمن علينا وعليكم بهذه الفضائل العظيمة. قد وصلنا في التعليق على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى إلى كتاب عيادة المريض وتشييع الميت والصلاة عليه وحضور دفنه والمكث عند قبره بعد دفنه، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأبواب المتعلقة بحقوق الأصحاء، ويدخل في بعضها حقوق المرضى، ذكر ما يتعلق بحقوق المريض وحقوق الميت. وهذا من شمولية هذا الدين العظيم، إذ إن الحقوق حقوق المسلم على أخيه المسلم في حال صحته وفي حال مرضه وفي حال حياته وفي حال موته، ففي كل أحواله له حقوق، وقد بيّنها الله عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ومن ذلك الحقوق المتعلقة بالمريض والحقوق المتعلقة بالميت. قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب أبواباً متعلقة بهذا، وذكر منها آيات وحديث تدل على ما صنع على ما بوب له رحمه الله تعالى. فأولاً قال: باب عيادة المريض. والمريض الذي يعاد، وجاء الحديث في فضل عيادته، هو الذي منعته أو منعه المرض عن شهود الجمعة والجماعة وما يكون في مصالحه. منعه هذا المرض من شهود الجمعة والجماعة وما يكون في مصالحه. أما المرض الذي لا يمنع من شهود الجمعة والجماعة ولا القيام بالمصالح الدنيوية، فإن هذا المرض لا يدخل في هذا الفضل، ولكن يدخل في فضل زيارة الأخ المسلم. أما المريض وما جاء فيه في الفضل، فإنه الذي منعه المرض عن شهود الجمعة والجماعة وما يكون في مصالحه الدنيوية. وفي قوله عيادة المريض، سمى زيارة المريض عيادة لأنه يستحب أن يعاد المريض وتكرر له الزيارة من العود. وأما حكم عيادة المريض فاختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال هي سنة مؤكدة، ومنهم من قال هي فرض كفاية. وإذا قلنا إنها فرض كفاية فإنه يجب على الأمة أن تزور المريض. فلو أن هناك مريضا لم يزره أحد مع علمهم أثم الناس أجمعين. وهذا القول رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وهو قول قوي بلا شك، لأنه من حق المسلم على المسلم. فلا بد من عيادة المريض، أن يعوده أناس حتى يسقط الفرض عن بقية الأمة. وهذا قد يقع في مثلا في العمال الأجانب المسلمين الذين يعني قد يتعرضون للمرض ويعني يتنومون في المستشفيات ولا يزورهم أحد. فأمثال هؤلاء إذا علم المرء فإنه يزورهم من باب حق المسلم على المسلم، وأيضا تطيبا لخاطرهم، وأيضا حتى يسقط الفرض على الأمة عن الأمة على القول بأنه فرض كفاية. وانقل بالاستحباب المؤكد فإنه لا إثم على من لم يزره، ولكن من زاره له الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب عيادة المريض. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض،
واتباع الجنازة، تشمية العاطس، وإبرار المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفساء السلام، متفق عليه. وهذا الحديث وأمثاله مر علينا في أبواب متقدمة في هذا الكتاب، قد تقدم الكلام عليها، ولكن نذكر بعض معانيها على عجالة. فأولا قال عيادة المريض، وقد تبين لنا معناها، قال واتباع الجنازة. واتباع الجنازة يشمل أمرين: اتباعها للصلاة واتباعها للدفن، وتشميت العاطس. ومر بنا قريبا الكلام عن آداب العطاس وأحكامه. وإبرار المقسم، إبرار المقسم المراد به أنك تبر بقسم صاحبك، إذا أقسم عليك أن تفعل أو أقسم عليك أن لا تفعل فإنك تبر بقسمه إن استطعت. مثلا حلف عليك أن تتعشى معه، أن تتغدى معه، أن تفعل معروفا تستطيع أن تعمله له، تبر بقسمه. ولكن هذا مقيد بالاستطاعة، مقيد بالاستطاعة، وإلا لكان القول بوجوب إبرار المقسم على كل حال لكان فيه مشقة على الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. فلذلك المقسم يستحب أن يبر في قسمه عند الاستطاعة، أما إذا لم يكن هناك استطاعة فإنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأيضا هنا يعني على المسلم أن لا يحرج أخاه، يعني على المسلم أن لا يحرج أخاه بالحلف، ولا يحلف إلا عند الحاجة إليه، فلا يحرجه أن تفعل كذا أو لا تفعل كذا، حتى لا يضعه في حرج بأن يجيب وهو مكره، أو يجيب من أجل إبرار القسم فقط وتكون نفسه غير منشرحة. فلذلك الأفضل أن الإنسان أنه لا يحرج أخاه بالحلف، وإنما يعرض عليه عرضا. قال ونصر المظلوم، ونصر المظلوم تكون نصرته بأي وسيلة كانت، بالشفاعة، بالمال، باللسان، بالبنان، بأي طريقة كانت نصرة المظلوم فإنه ينصر المظلوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ونصرته ظالما بأن يرد ويحجز عن ظلمه. قال وإجابة الداعي، وهنا عمم النبي صلى الله عليه وسلم، فأي دعوة فإنك تجيب هذه الدعوة، سواء كانت دعوة زواج أو أي دعوة. ولكن هل هنا الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ فأما إذا كان وليمة عرس فإن الصحيح من قول أهل العلم أنه يجب إجابة وليمة العرس، يجب إجابة وليمة العرس، وهذا قول جماهير أهل العلم. وأما إذا كان غير وليمة عرس فإن أكثر أهل العلم على أنه يستحب ولا يجب. والصواب فيها، وهو الذي رجحه الشيخ بن باز رحمة الله عليه، أنه حتى في غير وليمة العرس أنه يجب إجابة الداعي. ولكن كما ذكرنا أن كل هذا مقيد بالاستطاعة، كل هذا مقيد بالاستطاعة، وذلك لأن الحديث يعني قول بوجوب إجابة الداعي في أي وليمة كانت، لأن الحديث التي جاءت في السنة مطلقة في إجابة الداعي، سواء كانت وليمة عرس أو غير وليمة عرس. ولكن كما مر علينا لا بد أن تكون هذه الوليمة خالية من المنكرات وتحققت فيها شروط إجابة الدعوة، فهنا يتعين القول بالوجوب. قال وإفشاء السلام، وقد مر علينا في الباب الذي قبله الكلام على هذه المسألة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس. وهنا إذا قال خمس ليس المراد الحصر، وإنما هذه طريقة من طرق العلم من أجل جمع العلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها كثيرا، مثلا كقوله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله، أن هناك أصناف يظلهم الله في ظله غير هؤلاء السبعة، وغير ذلك من الحديث التي جاءت، وهذه من طرق جمع العلم يقولها النبي صلى الله عليه وسلم لا من باب الحصر، ولكن من باب التنويع ومن باب حصر العلم وحفظه. قال حق المسلم على المسلم خمس. وهنا الحق، هل الحق حق الوجوب أو حق التأكيد؟ المسائل تتبعض، المسائل تتبعض،
فمنها ما يكون الحق المراد به الوجوب، ومنها الحق الذي يراد به التأكيد. قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. وهذا كالحديث الذي قبله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.